أمينة فاخة تتوصلنا 9:14 دقيقة. مرحبا بمتابعينا في كل مكان. طريق السلامة معاذ الشريف. ميساج انفوي تو سويت. ميساج انفوي سيبوها النادي الإفريقي ويزيو من تلويث الرياضة بالسياسة. تأسس عام 1920، طوى قرن التالي 100 سنة بالتمام والكمال. وقتها الكرة فيل من باب جديد. بدأت القصة بصعوبة. المستعمر عارض ولادة النادي الإسلامي الإفريقي. المستعمر اشترط تعيين رئيس فرنسي على رأس الفريق، لكن مؤسسي الجمعية رفضوا وصحوا روسهم ماخذوا التأشيرة. كان في 4 أكتوبر 1920، لكن برئيس تونسي هو البشير بن مصطفى. ساهم كما شقيقه اللدود وبقية الجمعيات الرياضية في كل وقت في مقاومة الاستعمار وتأطير الشباب. كل يوم يمر وشعبية الفريق تزيد، الألقاب تتهز والجمهور يزيد يأمن ويتيم بالنادي الإفريقي. وبدأ التاريخ اللي تكتب بأسماء صعيب تمحى من الذاكرة: عتوكا، الطاهر الشايبي، محمد صالح الجديدي، المحايسي، النايلي، أولاد رويسي، أولاد سليمي، أولاد التويتي. عائلات عشقة النادي الإفريقي. فولي، باسكيت، هونت، الإفريقي ولات عقلية. سالوتا جو وجالانتام، مغاريا، كاماتشو وغيرهم. حتى الأجانب جاءوا للخدمة لقاوا رواحهم مصابين بفيروس حب النادي الإفريقي. جمهورها الحق حكاية أخرى. أنا ما زلت ما فهمتاش. فريق يخسر، يتعادل، يربح، يفلت في ألقاب، كل 10 سنين ولا قديش يهز بطولة، وهما من بلاصة لبلاصة، درابوا على سقف الكرهبة، وهما مخيطين الجمهورية ستاد ستاد، تسمع كان يا الإفريقي يا غالية عمري ما ننساك، حمرة وبيضة عاصمية جمهورك ديما معاك. حالة أخرى، حالة مش عادية. استعصات على العلماء النفس، صعبت على علماء الاجتماع. الاقتصاديين ما فهموش هاللخبطة، كيفاش قاعدة تقاوم خوضة شاشيت هذا فوق هذا. والإفريقي ما زال حي، الإفريقي عايش وباش يعيش. الناس الكل تعرف الأزمة اللي تعدى بها الفريق، واللي اختات شعره لرينا النادي الإفريقي في بلايس أخرى لا تويتي لا اسمه ولا تاريخه. أزمة مالية وقانونية رهنت النادي وخليته غارق في الديون. الجمهور ما قصرش الحقيقة وعمل لتخاطه، لكن المسألة تحبلها ميزاب فلوس. والله يسامح اللي كان سبب. كما يقولوا بعد الأزمة يجي الفرج، وجاء عقد الاستشهار، عقد ما نبالغوش كي نقولوا عليه تاريخي. قيمة الإفريقي بالطبيعة أكبر بكثير، لكن في الوضعية هذه اللي يعرفها النادي يولي عقد ضخم وكبير وتاريخي واللي تحبوه الكل. عقد منذ الإعلان عليه وبدا تعليق فلسفة الزمان الأغبر اللي لا يعرفوا الكورة ولا يعرفوا الاستشهار ولا السوق كيفاش ماشية في العالم. عظماء زمانهم رسميلهم بالطبيعة تليفون وكونت فيسبوك، بالطبيعة كونت الله أعلم به مجهول الأصل والهوية. والتنبير يبدأ عامل مسد. يا ناس، يا قوم، يا عباد ربي، افهموا راهو نحن في زمان السبور والفقر فيه ما يتقبلوش. الفيفا ومندراك بلاش سبونسور، راهي بنية فقط مش منظمة تحكم في العالم وقراراتها ما ينجم يكسرها حتى حد. كورتنا هاكم تشوفوا باستثناء فريق وقف له رئيسه ماديا واداريا تنظيميا، البقيه كلها تبقبق. رؤساء نوادي داخلين خارجين على الحبس بسبب الشيكات وحبهم لجمعياتهم. شنو المشكل؟ قطر ولا الامارات ولا تركيا ولا فرنسا؟ شنو القلق اللي عند سيادتك؟ ما تحلمش تسافر في طياره مضخمه؟ تيبيوسك متاع التليفون منين؟ العالم الكل ولا حومه والناس تحفز ساقيها بحثا عن الدعم، واحنا تالما ولينا نكره بعضنا، ولينا نتمناو الفقر لبعضنا. السياسة عماتنا وهالولاءات القبيحة راهي فضحتكم وخليت وطنيتكم بالحة باهتة تحشم. شنو اللي حرق شعيرك؟ تجابوا الغنوشي، جابوا اليونسي، جابوا الجاري، تجابوا اي حد المفيد جاء وتصحح والامور تنفنفت. زعم الافريقي باش يولي لونها عنابي وابيض بعد التعاقد هذا، زعم باش يولي اسمها النادي الافريقي القطري. ردوا بالكم، راكم وليتوا عاشقين لسياسة الخراب، راكم وليتوا مناظرين للموت، في قلوبهم مرض. وكهو زايد الحديث، سيبوه النادي الإفريقي
وسيبوا الكرة راكم مسختوها. والعاقبة للفرق الأخرى تتعاقد مع الإماراتي والسعودي والتركي والفرنساوي والجابوني والشنوازي. ولا تلقاها على www.radiomadatusi.com. عمل جدل كبير الحقيقة على الفيسبوك. تنبير تعرف التنبير بين الفرق وبين الجماهير هذا عادي، ولكن وقت اللي السياسي زاد يخرج ويبيع، معناتها ما قبل شوية من يخرج ويبيع سياسيين حتى اللي كونترا هذا يظهر لي مشكلة معاذ. مشكلة والله. شوف الناس كل تفرح تلقى فما حاجة باهية. علاش؟ خاطر هذه مسألة متاع وطنية، خلينا نقول متاع كورة كاملة، متاع رياضة تونسية اللي أكيد أنت تتابع. شوف رياضة تونسية وخاصة الفوتبول متاعنا مريض. مريض، ما عنده حتى شيء، لا بنية تحتية، لا فرق. شوفوا اللي نجيبوا في ملعبية متزير ونجيبوا ملعبية في ليبيا بطبيعة هم أخواتنا وكل شيء مرحبا، لكن مش بالكم هذاك، ما عادش عندنا حتى شيء. لانه الملاعبي تشوف انت تعمل تو كان تعمل جرد الملاعبيه تلقى اللي عنده شيفي مكسره، اللي عنده اللي جامو كروزي باش ارضيه التيرانات. البارح تفرج قالك نمشي ركبتي تلويت في الجازون، فهمت؟ محفر التيران مع تصريح الملاعبي تضرب التيرانات محفرين، وشفتهم شاهد عيان تعرف بحكم خدمتنا وكل شيء نشوفه، معناتها منزه يحجم فضيح، فهمت؟ ما فماش دعم، الدوله ما عادش تنجم. شوف مش الدوله ما عادش تنجم، الدوله اصلا ما عندهاش رؤيه زاده لاصلاح هذايا. وقت اللي دوله كيما المغرب اللي كنا نتيروا بها في الانفراستركتور شوفوا نوصل. شوفوا نوصل. هذا فما توجه كامل بتاع انتداب الاستشهار والناس اللي تحب تستثمر، مش احنا اللي جاي تقييم هذه الشركه، هذه شركه عالميه. تباب باب تحل هذا حتى نيفود لماركتينغ، معناها حتى الفرق الاخرى راهو باب اخر وكونكورونس، معناتها احنا اقوى من البي اس جي، ولا فرقنا اقوى من الميلان، ولا اقوى ما نعرفش ميزانيه اقوى هكا باش هي طامعه في الناس هذم. هو ماهوش طمع، هو راهو ربح متبادل. النادي الافريقي من 1920 كيفها كيف الترجي ولا الاطوال من عام 25، الترجي من عام 19، معناتها هذوما ماركه مسجله، معناتها تاريخهم يحكي عليهم، معناتها راهو التعاقد من الشركات هذه يخدمها اكثر. معناتها الفلوس هذه لو كان جات في وضعيه اخرى وكنا جينا في حاله اخرى يمكن دوبل ولا تريبل يجي النادي الافريقي قيمه التعاقد. راهو اللي رابح العقد راهو انا فرح به من حيث الشكل، لكن من حيث الفلوس راهو شويه على النادي الافريقي، لانه اللي رابح هو الشركه القطريه. هذه الشركه شوف مرحبا بها مهما كانت البلاد نتاعها، مادام امورها واضحه فلوسها واضحه ما فماش تغيير لاي صبغه او اي توجه ولا غيره. معناتها هو شوف دونون فيزيبيليتي زاد حتى للفريق في حد ذاته. تعطيني فلوس وانا نعطيك فيزيبيليتي. راهو كي عملت الشركه القطريه شوف تقريبا البلدان الحوض البحر الابيض المتوسط كلها تحدثت على الشركة هذه بعد التعاقد. مش يولي فما تسابق وتلاحق حتى على الشركة، معناتها البطولة التونسية راهو في الأخر فما، معناتها منتخبنا حاضر في ليكوب دو موند، معناتها الفرق نتاعنا حاضرة في الـ في الـ في, الـ في المسابقات الإفريقية ولا حتى الإقليمية، معناتها وقيت باش نلموا الاستثمارات هذه وخليها معناتها الكرة تمشي. راهو شوفها مرة أخرى نقولها، السبور والفقر راهو ما يتقابلوش. مرة يجيك فلتة، مرة يجيك الجمودي، بعد 50 سنة يجيك أسامة ملولي، مرة يجيك يوسف المساكني، مرة يجيك عتوقة، مرة يجيك شكر الواعر. كهو كنت خلنا في البروفيشناليزم، عاش نجم نحكي احنا توا في مرحله مع اولا نبدلوا قانون الجمعيات، ثانيا نحلوا الباب للاستثمارات هذه. وقايد يلزمنا ننظر بالرياضه، راهو الرياضه اللي قادره تعملوا الرياضه مش قادره تعملوا برشا احزاب سياسيه. نخرجوا من البيوت نون لوكراتيف والكلام هذاك الكل، لانه اليوم اصبحت مؤسسات، وهذا باش يرجع بطبيعه الحال مع حسن التسيير وحسن الرؤيه يرجع بطبيعه الحال للبلاد هذه. شفنا الوضعيه الحاليه لا تطاق وما نجموش نقدموا بهذايا. يلا خلينا نعملوا فاصل صغير، بعد شويه باش نرجعوا على ازمه كبيره، ازمه خانقه في معتمديه اقليبيا، ازمه خانقه خاصه اللي زار اقليبيا في الويكند هذايا. ولاحظ مش جديده هي حكايه الفضلات المنزليه، الاجبال المتراكمه واللي للاسف الشديد لليوم ما عندها حتى حل. باش نحاولوا ناخذوا رئيس البلديه ان شاء الله بعد الفاصل.